نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في المرابحة، حيث يقوم المصرف بشراء السيارة للزبون بالطريقة التالية: يرسل المصرف الشخص إلى المعرض ويختار السيارة بنفسه، ومن ثم يرجع إلى المصرف ومعه فاتورة السيارة التي اختارها، ومن ثم يقوم المصرف بشراء السيارة ويقوم ببيعها لي بالمرابحة، مع العلم بأنني أستلم السيارة من المعرض بعد شراء المصرف السيارة، ولا يقوم المصرف بنقل السيارة إلي. هذا احتيال على البيع، على بيع ما لا يملك. السيارة ليست له، وإنما هي للمعرض، فأنت تذهب ترى السيارة التي تصلح لك ثم يشتريها لك، ما شراها له، اشتراها لك وسلم ثمنها نيابة عنك على أنه قرض بزيادة، وهذا ربا. واجب أن تكون السيارة في ملكه قبل أن تطلب منه أن يبيع عليك، تكون السيارة في ملكه، تشتريها منه وتستلمها. أما أنه ليس عنده سيارات يروحك السيارات الناس ثم يشتريها لك يسلم ثمنها على سبيل القرض بزيادة، فهذا هو الربا، وهذا حيلة للربا.